أعرب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن سعادته بتأهل الفريق للدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، وقال موسيماني: كانت مباراة صعبة للغاية، واجهنا فريق صاحب تاريخ كبير في المغرب ووسط جمهوره، وكمان قال: فزنا وعبرنا محطة الرجاء لأننا نؤمن بقدرتنا وإمكانياتنا رغم أن في بعض الأخطاء في أداء اللعيبة، أبرزها طبعا اللمسة الأخيرة زي ما حدث مع محمد شريف في المباراة حيث فشل شريف في تنفيذ اللمسة الأخيرة. كمان موسيماني شايف أن الرجاء كان سيء في مباراة العودة ولم ينجح في استغلال عاملي الجمهور والأرض، وقال كمان مدرب الأهلي أن فريقه واجه سوء حظ في مباراتي الذهاب والعودة، وأهدر الأهلي ضربة جزاء في القاهرة وأهدر أخرى في المغرب.